بدينا هدا عليها ضياء ناري نفس المشاكل. السلام عليكم ضياء، بكم معنا فيديو جديد. المهم الاصدقاء قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابونوا القناة وتكومونتيو. المهم الاصدقاء في هذا الفيديو غادي نبارطاجيو معكم الليله ديالنا. المهم روتين المسائي في ايام المدرسه وشي حاجات وحدين اخرين، فيه بزاف ديال الحاجات كنت طالبي لهم. المهم غادي تشوفوا كلشي في الفيديو. مرحبا بكم، بقاو في الفيديو حتى الاخر، غادي يعجبكم انا متاكده. كيفاش نجمعوا انتينا ديما المشاكل ديما سهله. عرفتي واحد الترند في تيك توك ديال صحابي ومشاكلهم؟ ديما فيها الجوع، ديما ساهيه، كتنعس كيفاق، كتفاق كينعس، ياك ضياء؟ هذا خاصنا نديرو هكا. انا ما عرفتش شنو مشاكلي، نتوما قولوا شنو مشاكلي. انا غير كنوض الا تعطلنا مثلا دخلتي البيت، لا دخلتي البيت مره خرجتي مره جيتي ولقيتينا حنايا، عاد كنوض وكتخوتي ضياء لينا عافاكم بواحد الطريقه. عافاكم شكلك كتعجبيني فاش كتعطلوا بزاف. انا صوتي هكا راه هادي 8:05 دقائق نوضو كنمشي كنجي 8 وشحال 6 دقائق فهمتي. هادي ما كتجاوبنيش وهادي ماما تقدري عافاك تطفي هاد الضو تعلي علينا الضو الاخر، كتقول لها بي كيفاش؟ لا حيتاش كيكون بزاف ديال الضو غير كتشعل غير كتنوضو كنشعل عليهم الضو بجوج كيجي عليك بحال هذاك الكاميرا. هذا خلاص ما كيهضرش معايا في الصباح كاع. المهم دابا غادي نحط هذا الشيء غادي نحطو في بلاصتو. شريتو كاع هذاك الشيء وانا زدت هذا حيت ديما حنا كنمشيو نسخرو حاجه وزدتو هذا كنصدقو حنا وحدين مع ضياء. المهم شرينا الحليب حيت انا كنسخنو في الصباح. شكرا على الاضافه. وهذا حيت ما كناش كنشريوه ولكن دابا حيت كنتغداو في المدرسه دونك راه ضروري باش نعاونو مع الكوتي والغدا. وشرينا هاد شنو وقع فاش مشينا نشريو لينا كيعجبها اوريو، انا كيعجبني هذا، انا غادي ناخذ هذا. لينا غادي تاخذ اوريو حيت لينا كاع ما كيعجبها هذا، انا كيعجبني اوريو. هادي بغات هذا، اخرى بغات هذا، ضياء بغات هذا، وهما قلت لهم غادي نشوفوا كيفاش نلقاو الحل. ما تفهموش غادي نبارطاجيو هذا ديال لينا هذا ديالي صافي مزيان. وراها غادي نقاد الماعن. وزدتي حاجه اخرى؟ شنو زدتي؟ لا راني نوريتها وليتي. المهم تينا دائما خارجه عليا غتست فيها هذا الشيء وغادي تمشي تغسلي هذوك المي عندنا ماشي شي حاجه. نشوفوا لينا شنو كدير. كنموت بزاف. قولي شنو كتبتي؟ حليتو حليناه وكاين فيه باكي بحال هكا اللي بحال داك لونك دوشا ولكن هو وشوكولا ياك مزيان. اش كنا تما كنا لها ناخذوه؟ قالت لك لا. دابا عاوتاني لا حيت صحابي. دابا شنو قالت هي؟ قالت ان هذاك الدق به مراه الباقي نقسموه. لا ضياء قالت لها انا ما متفقاش الا عجبك ما غاديش نقسم معك. المهم انا سرحت لها الشعير ديالها، نتوما عارفين بلي ما كتبغيليش سخونيه للشعر ديالها ياكي حتى انا دايره معايا العكس. صافي غادي ندير لها واحد النقيطه ديال زيت الكوكو لكم نتوما سبق لكم شفتيوها كنديرها لها نقيطه هي ما عرفتش في العالم ياكي هكا تاكل دوري. ها البنات اللي كيسقساو حتى هما شعرهم كيولي بحال لينا هكا غير هكا. قلبي اختي راسي قلبي نخدموها شويه. وقفي ياك ضياء غير هكا صافي حتى كان باش كيطلعوا لها هذوك لي بوك لان شعرها بلا ما نقولها لكم راكم عارفين واخا رطب راه بوكلي. صافي غادي نخليها دور طيران ياك ضياء. المهم معرفتش انا شكون فيكم شنو هو شعركم كيفاش داير التيب ديال شعركم شنو ياك ضياء تبغي تعرفي. المهم دابا لينا راها كنقادو لها شعر. يلا سير وقفي شو صافي على ما غادي ماجيكو اسمح لي ها هما دابا يتقادو لها لي بوكل ديالها. ايوا اي فوالا مزيانه وكذا. قربتي شنو؟ قربنا نكمل 13 عام دور وقت اللي كيعجبني في النهار العشاء
ماشي شي عشاء حيت شكليتي البروغرام ديالنا تخربق. كيف تفطروا؟ عاد تعاودوا فطور في الاكل؟ وكنتغداو ترجعوا تاكلوا؟ نرجعوا ناكلوا. كاين فمنين كتجي هاد الوقيته هادي كتاخذوا غير شي حاجه خفيفه. شنو اختي عندك تما؟ ساندويتش اليوم. وماما اللي داي ماما قالت ماما وشافت فيا بحال ماما جات كتكلف ضيع باش دير شي حويجه بحال دينا لي ساندويتش النهار حيت كبرات قربت تكمل 13 عام وغادي تكملها الشهر الجاي. جويز انيفيرسير. جويز انيفيرسير. غانو جبت شي حاجه زوينه في عيد ميلاد. وانت غادي تجيني انا لانيفيرسير ديالي في العطله لينا لا غادي يا اما نهار اثنين يا اما نهار ثلاث. ولكن شو قلت لك هاي عافاك عاوديها سلو موشن. دايقة يا اختي برافو عليك. حاسس بيها غاتي يلا بالصحة والراحة لينا. او لا 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 لينا لايك جبتها لي في عين لايك جبتها لي في هاد بات دوقي دوقي ساندويتش وقولي لنا رأيك. ديزولي مشيت ناكل في البيت. دابا كتاكلي بوحدك تعصبات مني ضياء كتجبدي الصداع. يلا وريني قول ماشي وريني دوقي وقولي جاها مزيان. ديري في حسابك انا غادي تشوف لا فيديو. شنو بقينا هنا قل ها ها شنو هي ها شنو هي هذه زادت فيها ملطه. رجع ما بقيتيش باغا تمشي لبيتك؟ لا غادي نخرج من هنا ماشي من فين راك. ولكن شنو وات وير يو اكسبكت ان راه الساندويتش ماشي تاجين ماشي دايره لك تاجين ماشي قالت لك تعصبت. لا ضياء تعصبت اول مره ضياء كتعصب في لا ولا كت اشكيا تقعقوني اه ولا هكا باش دابا من الاخر جا زوين خفت ضياء تحت التهديد يا جا زوين شكرا ضياء انا دارت لي معها غادي ندق ونقول لكم انا عارفه بنتي شويطره انا عارفه بنتي عرفتني الشعر اه فين وصلتي ما كتصور فين وصلتي انا في دابا عندي لو بلو دي طون تسالي امتحانات مازال لي شنو مازال لك مازال باقي لي اس بي تي و و الاس بي سي اها الفيزيك وغادي ندوزهم السيمانه الجايه ان شاء الله. حنا الغد عندنا نهار الخميس ان شاء الله حيت خاصنا نزيدو في هاد الدروس. المهم هادي شي مرات كنعاونها انا كتعرض عليا القران ولا كتفهم لي شي حاجه في اللغه العربيه ولكن اغلبيه كتخدم بوحديتها وكتعاونها حتى ضياء الا احتاجت شي حاجه. فاش كتعاون واخا ضياء بديت كتقول لها بعدي مني اعتمدي على راسك خدمي بوحدك كنخدم بوحدي ولكن قليل فاش ضياء كتعاون قليل يعني ضياء شي واز لايك كتكتب قليل فاش كتعاون. يلا وغدا عندي القراءة التربية الإسلامية و الجملة تعبير كتعاود لنا حياتها وكاين الوقت ديال الخدمه اختي ما عرفتش هذيك الورقه حمقت وهي كتقلب علما انها هي مانياك كترتب كتقاد كل شيء ولكن دابا ما كيفاش هي وانا اللي عندي كل شيء هي ودابا خاصني نفهم خاصني عاوتاني نشوف حتى شي استاذه قالت لنا شي حاجات خاصنا نكتبهم شي حاجات ما خاصناش نكتبهم ودابا راني مخربقه. يلا خدمي كوراج علي لينا كوراج كبدي داير كوراج علي لي فيفي علي لا 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 ترافاي كيقرا عليك ها قرا بو امبورت كونتينيو ما يتيش
شويه. شنو كديرها؟ لا باتا مودلي جهيت ندير لها السباغيتي الاخرى. ها صافا دابا صافي عندها الوقيته ديال التليفون حيت انا كنقرلها على التليفون كتاخذها بالوقت. خدات شيبس ديالها شدات بلاصتها. هادي قلت لها عندك سكرين تايم ديالك تفرج ياك، ولكن خديت هذاك الوقت باش بغات دير فيه لاباتا مودلي سباغيتي. او لا لا نشوف حطيها حطيها فوق البيرو ديالك نشوف حط شو الحاله بالستيلو. يلا سير. اوكي اوكي قاصح داش عندك هنا دايرهم. مزيان مور هادشي شنو درت؟ شنو درت غسلي سنيناتك؟ غسلي يدي ومشي. غادي نجربو معاها واحد الحاجة نقولو لها شي حاجة وهي دايرة الموسيقى. ضياء جاوبينا وما ديريش بوز شنو كتصنتي واخا؟ لا ماني دايرة بغيت نشوفك ياك لينا واش غتعرفين اش كنقولو لك ولا لا. يلا غادير يلا سيري نجربو معاك تحدي. يلا ها تلقاه تلقاه يلا ردي السماعات لينا قولي لها شي حاجه. كنبغيك اضيع هذا هو الخد ديال الفيديو هذا هو النهار ديالنا. المهم الاصدقاء كنتمنى انكم يكون عجبكم هذا الفيديو. شاركنا معكم العشيه ديالنا كما هي كما هي. خاصني ناكل في الفراش ماما كيعجبها غسلت سنانها وجيتها كل ما لقيت ما نقول يلا ماشي مشكل. انا مازال غسلت سناني حتى نكمل ونكون عارفه ديما صعيب ديما ديالي. الاصدقاء شكرا بزاف حيت بقيتو حتى الاخر ديال الفيديو. تسناو ثاني فيديو واحد اخرى وتابوناو ديروا لايك. غنتلاقاو فيسبوك انستغرام كل شيء في صندوق الوصف ونتلاقاو في الفيديو. سلامو كامل خرشيش بالسلامه.